بسم الله والابن والروح القدس اللي الواحد امين. اتكلمنا عن حزقيال واتكلمنا عن اهداف السفر واتكلمنا عن السمات بتاع السفر. احب برضو اعمل مقارنة بما اننا جبنا سيرة ارمية، فعايزين برضو نعمل مقارنة بين سفر او بين حزقيال وبين ارمية. لو عملنا مقارنة بينهم على قد ما المنهج بتاعهم والفكر بتاعهم كان واحد، الاتنين عايزين اصلاح القلب او تجديد القلب او القلب الجديد، بس في شوية اختلافات بينهم. ايه الاختلافات دي؟ اول حاجة، ارمية كان بتول ولا كان متزوج؟ ارمية كان بتول، لكن حزقيال كان راجل اتجوز متزوج وليه بيت وليه عيلة. كمان اسلوب ارمية في الخدمة غير اسلوب حزقيال في الخدمة. ارمية كان عنيف ولا كان هادي؟ كان يسمون النبي الايه الباكي، مش كده؟ كان مشاعره كان بيتحرك بمشاعره، كان هادي جدا ورقيق جدا في كلامه. لكن الحقيقة حزقيال كان ايه؟ كان قاسي وكان شديد، يعني اجريسيف. لكن دانيال كان او ارمية كان كثير البكاء زي ما انت قلت. كأن ربنا عايز يقول ان ربنا ما يفرقش معاه طبعك شكله ايه او شخصيتك شكل ايه ولا الكاركتر بتاعه فيه ايه، المهم ربنا يستخدم الكل، مش كده؟ يعرف يستخدم الطيب ويستخدم العنيف، يستخدم الهادي ويستخدم الحامي، يستخدم بطرس ويستخدم يوحنا، يعني ربنا يستخدم الكل المجد اسمه. كأن ربنا اما تروح تتعامل معاه في الخدمة، هو ربنا لما بنخش الخدمة بيعمل فينا ايه؟ بيعمل فينا ايه؟ ياخد مننا الحاجة الوحشة ويدينا حاجة ايه؟ زي ما بنقول ياخد القلب الحجر ويدينا قلب ايه؟ قلب لحم. ده هدف الخدمة. شوفوا في آية في الإنجيل جميلة قوي، يقول لك ايه؟ يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. عجيبة الآية دي قوي. اهو ربنا بيعمل فينا كده. هو تفتكروا احنا كلنا اتولدنا خدام وكلنا اتولدنا كهنة؟ لا ابدا. لكن ربنا يعمل ايه؟ يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوة. ربنا يعمل من الحاجة المرة حاجة حلوة، حاجة طعمها حلو، ويعمل من الاكل يعمله اكلا، مش كده؟ مين قال واحد زي يوحنا ويعقوب؟ هو يوحنا ويعقوب زمان كان اسمهم ايه؟ ابني الايه؟ مين قال ان يوحنا ويعقوب ولاد او ابناء، يعني ابناء الرعد دول يبقى اعظم تلميذين للمسيح؟ ومين قال ان شاول الترسوسي المفتري ده يبقى اعظم خادم في المسيحية كلها؟ ومين قال ان واحد زي موسى الاسود قتال القتلة ده يبقى أعظم قديس في المسيحية؟ هو ده الخدمة. ربنا يستخدم أرمية ويستخدم حزقيال. ربنا يقول لك كل الأشياء تعمل معا للخير، زي ما بيقول سيدنا كله للخير. مفيش حاجة عندي اسمها وحشة، مفيش حاجة اسمها عندي اسمها خسران. ربنا عنده كله كسبان، كله شغال عند ربنا. مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة ولا في حاجة اسمها مستحيل، زي ما قال بولس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. يبقى ما فيش حاجة اسمها بقى أنا أصلا أنا ما ينفعش أخدم، لا ما فيش حاجة اسمها ما تنفعش تخدم. ربنا يخرج منك إيه؟ يخرج من الأكل أكلا ومن الجافي حلاوة. طبعا العنف بتاع حزقيال ده جاب له مشاكل ولا ما جابلوش مشاكل؟ طب ايه المشكلة اللي جابها؟ ان كان ملوش شعبية، كان الشعب بيحبه ولا كان ليه اعداء كتير؟ كان ليه اعداء، لدرجة ان نال استشهاده عن طريق ايه؟ واحد من القضاء قتله ونال استشهاده. ليه؟ لانه كان الحقيقة
عنيف في ردوده. على فكرة احنا بنحتفل بنياحة حزقيال في 5 بارامودا من كل سنة. كمان انا عايز اتكلم معاكم في المسيح في سفر حزقيال. المسيح موجود في سفر حزقيال؟ حزقيال اتنبأ عن المسيح 7 مرات على الاقل في السفر بتاعه. يسميه في اصحاح 17 غصن الرب. فين اصحاح 17 ايه 22؟ يقول هكذا قال السيد الرب: وأأخذ أنا من فرع الأرض العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عالي وشامخ. فينبت أغصانا ويحمل ثمرا ويكون أرزا واسعا، فيسكن تحت كل طائر كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه. ربنا هو الغصن، يسمي نفسه غصن الرب، أو المسيح هو رأس كل الأغصان. عشان كده يقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الإيه؟ وأنتم الأغصان. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر أكثر. يبقى أول اسم للنبوة للمسيح كانت فين؟ اسمه غصن الرب. كمان تاني مرة يتنبأ عنه حزقيال يقول عنه الراعي المحب في إصحاح 34 آية 15، يقول إيه: أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب، وأطلب الضال واسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل، أنتم غنمي فهكذا قال السيد الرب. يبقى ربنا هنا المسيح هو الراعي. عشان كده احنا المسيح في العهد الجديد نسميه هو ايه؟ الراعي الصالح. يقول انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف. اعرف خصتي وخصتي تعرفني، وانا اضع نفسي عن الخراف. يبقى تاني اسم او تاني نبوة عن المسيح باسم الراعي المحب. تالت مرة يتنبأ عنه حزقيال يقول عنه، يسمي المسيح داود، يقول: وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم. في نفس الإصحاح متين كم؟ آية 23 تكملة تحت في 34-24، يقول: واقطع معهم عهد سلام وانزع الوحوش الرطيئة من الارض، فيسكنون في البرية مطمئنين وينامون في الوعور. 34 تكمل. طبعا بيتكلم عن المسيح اللي جاي ينزع الوحوش الرضيئة. مين الوحوش الرديئة دي؟ الخطية اللي موتت العالم، والموت وحش اللي كان محدش قادر عليه. المسيح يجي يغلب الخطية ويغلب الشيطان ويغلب الموت، ويقول أنا قد غلبت العالم. عشان كده الوحوش بتاعتنا هم الثلاثة دول: الخطية والشيطان والموت، والثلاثة غلبهم المسيح. عشان كده احنا ولاد ربنا لا نخاف من الاسد ولا نخاف من الكلاب، لكن نخاف منين؟ نخاف من الشيطان ونخاف من الخطيه. بعد كده حزقيال يتنبأ عن المسيح ويقول عليه غرس لصيط.
الصيت يعني صيت، صيته حلو يعني سمعته حلو. يقول وأقيم لهم غرسا لصيت فلا يكون بعد مفنى مفني الجوع في الأرض، ولا يحملون بعد تعيير الأمم. يعني غرس للصيت يعني المسيح جه ينزع عنا العار ويعمل لنا صيت ومجد، وبقى اسمنا ايه في العهد الجديد؟ بقى اسمنا ولاد الملك. شوف الصيت بتاعنا بقى شكله ايه، احنا ولاد ملك الملوك وولاد رب الأرباب. عشان كده احنا كلنا زي ما بقول لكم احنا ولاد صاحب الشركة، احنا ولاد صاحب الكون بتاعنا ده كله. ربنا كان غرس عشان ايه؟ يعمل لنا صيت ويعمل لنا مجد. برضو في نفس ال في 34 بيكمل تحت آية 29، وأقيم لهم غرسا لصيت فلا يكون بعد مفني الجوع في الأرض ولا يحملون بعد تحيير الأمة. يعجبني المزمور أول اللي بيقول المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه. شايفين الصيت؟ مين المسكين ومين المقيم المسكين والرافع البائس من المزبلة؟ ده الغرس اللي اتكلم عنه حزقيال النبي عشان يبقى لينا صيت ولينا مجد ولينا كرامة. بعد كده يتنبأ عن المعمودية اللي هي تجديد الطبيعة البشرية ونتمتع بالإنسان الجديد، ويقول ايه في 36 بقى اصحاح 36، وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم، أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وانزع القلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب رحم. موجود لحم موجودة في 36 آية 25. ده بيتنبأ عن ايه؟ بيتنبأ عن العهد الجديد وعن المعمودية وعن عمل المسيح في العهد الجديد. كل الكلام ده هي عطايا المعمودية اتنبأ عنها. شوف يقول ايه، أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من نجاساتكم ومن كل أصنامكم، وأعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا، وأنزع القلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب اللحم. كل دي عطايا الايه؟ عطايا المعمودية. ما عطايا المعمودية يتنبأ عنها حزقيال. بعد كده يتنبأ عن ميلاد المسيح ومن العذراء وان العذراء هتفضل بتول. يقول كده فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان، لان الرب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. مش عارف ما جبتش الشاهد بس ده في الاخر خالص حاجة 40 44 اصحاح 44 آية 2. يبقى دي ده المسيح فايه؟ يبقى حد يقدر يقول لي اسامي المسيح في سفر حزقيال؟ اول حاجه اسمه ايه؟ غصن الرب والراعي المحب وداود وصيت وغرس للصيت، مش كده؟ طيب هل في اوجه شبه بين في شبه بين حزقيال وبين المسيح نفسه؟ حزقيال نفسه كان رمز للمسيح. أول وجه شبه إن حزقيال في سن 30 سنة شاف السماء مفتوح، وكان ساعتها عند نهر اسمه نهر إيه؟
خابور. والسيد المسيح عند 30 سنة كان موجود عند نهر الأردن وشاف السماء مفتوحة وقالت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. تاني وجه شبه بين المسيح وحزقيال ان حزقيال دعي في السفر ده بابن آدم. هتلاقي كلمة ابن آدم كتير قوي. مين ابن آدم؟ ده اللقب بتاع حزقيال. والمسيح دعي ابن الإنسان. حزقيال ربنا دعاه ابن آدم 90 مرة في السفر. في ناس عدوها نتيجة تحمله مرارة الخطية اللي شافها في شعبه. والمسيح دعي في العهد الجديد بابن الإنسان 80 مرة لأنه برضو حمل خطية العالم. يعني حزقيال ده مرارة الخطية والمسيح حمل خطية العالم. السفر بتاع دانيال سوري بتاع حزقيال 48 صفر اصحاح هو عبارة عن ممكن نسميه قسمين كبار زي اي سفر نبوي. اي سفر نبوي تملي بيبقى هو ليه القسمين دول. القسمين دول اول جزء اللي هو 24 اصحاح الاولانيين اللي هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الدينونة والحكم بالهلاك. والقسم الثاني بيتكلم على الخلاص بعد التأديب. ده عامة اي سفر نبوي بيتكلم على الحتتين دول. ونفس الحكاية عند حزقيال من 1-24 بيتكلم على الدينونة والحكم بالهلاك بسبب الخطية. والجزء الثاني وعود ربنا بالخلاص ورجاء ربنا والخلاص اللي ربنا يعني بيعده لينا بعد تأديب الأمم من 25-48. عشان كده احنا هنقسم الصفر 6 أقسام رئيسية. أنا هديكوا عناوين علشان تدي مفاتيح للصفر بتاعنا. أول قسم اللي هو من إصحاح 1-3 بيتكلم فيه عن دعوة حزقيال للنبوة. المركبة النارية دي بتظهر كربنا بيسلمه كلمة الله. وبعد كده القسم الثاني من إصحاح 4-12 عبارة عن تهديدات قبل سقوط أورشليم. أصحاح 4 و5 بعبارة عن نبوات رمزية. يعني من ضمن النبوات دي نشوف حزقيال ينام على جنب واحد زي ما قلنا. ينام على جنب واحد على الشمال كم مرة؟ 390 يوم. وينام على جنب اليمين 40 يوم. وبعدين مرة لقيه يأكل بوزن ويشرب بكيل. وبعدين مرة يحلق رأسه شعر رأسه ويحرق منه شوية ويرمي منه شوية. كل دي كانت رموزات أو يعني رموز للإهانة وعدم الراحة وعدم الاستقرار والتعب اللي هو ناتج من ايه؟ من الخطية. والجوع والحرمان كان بيأكل بنوع من بالوزن. كل حاجة قبل ما يأكلها يوزنها. والمية يعني بيكيلها عشان خاطر ايه؟ كنوع من ان الغلاء اللي هيحصل نتيجة الخطية. إصحاح 6 و7 بيتكلم بوضوح عن ثمرة الخطية وثمرة خطايا شعب إسرائيل.
بعد كده من إصحاح 8 لإصحاح 12 حزقيال يسيب بابل ويروح أورشليم بالروح علشان يشوف الخطايا أو الرجسات اللي دخلت بيت الرب، وأورشليم تتحرق بالنار ويفارق الرب بيته بعد ما أعطى الوعود بالعودة مرة تانية، بالوعد بالعودة العودة مرة تانية. ده القسم الثاني اللي هو من 3 ل 12، من 4 ل 12. القسم الثالث والأخير من 13 ل 24، يعني إصحاح 13 بيتكلم برضو عن علامات تأكيد. كل نبوة اتكلم عليها حزقيال لازم تتنفذ. وفي إصحاح 14 اتكلم عن النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، المسؤولية الشخصية عن أخطاء الإنسان، كل إنسان مسؤول عن خطيته. إصحاح 15 بيتكلم عن إسرائيل اللي صارت زي كرمة بلا ثمر، والكرمة ده ما فيش حاجة تصلحه غير النار، غير الفناء. إصحاح 16 حزقيال بيشبه شعبه بالفتاة المهانة المتروكة اللي ربنا بيخطبها لنفسه، وبعد ما يجملها ويزينها تسيبه وتروح تزني من وراه. من ضمن التشبيهات بتاعت شعب إسرائيل موجودة في إصحاح 16. إصحاح 17 خيانة شعب إسرائيل وشعب يهوذا لملك بابل، وربنا يبعت ملك بابل عشان يأدبهم. يأكد 18 في صح 18 برضو يرجع يتكلم على مسؤولية الإنسان عن تصرفات الشخصية وعن خطيته. وبعدين إصحاح 19 في أمثلة من أورشليم العنيدة. من إصحاح 20 ل 24 إن حزقيال بيفضح خضايا إسرائيل من خلال الرموز، يعني يتكلم مرة عن صانع المعادن اللي بيحرق المعادن بالنار علشان ينقيها من المواد الغريبة بتاعتها، وآخر حاجة اتكلم عن وفاة أو موت زوجته. يبقى كده احنا اتكلمنا النهاردة عن أول حاجة نشأة حزقيال، واتكلمنا على الظروف اللي كتب فيها حزقيال السفر، ومعنى كلمة حزقيال الله يقوي، وعرفنا طبيعة شخصية حزقيال، واتكلمنا بعد كده على أهداف السفر اللي احنا قلنا فيها ايه أهداف السفر. فاكرين أول حاجة إن ثمرة الخطية هي الموت، والحل في الإيه؟ في الحل في التوبة. نمرة 2 عرفنا إن كل إنسان مسؤول عن إيه؟ عن خطيته، وما فيش إنسان بيدفع ثمن خطية أهله أو أبائه، مش كده؟ وبعد كده الرجاء في الحياة، والرجاء في الحياة الجديدة. السمات احنا اتكلمنا عليها انه سفر حماسي، وشخصية حزقيال كانت شخصية جريئة وقوية، وقلنا سفر مليان بالتمثيلات وبالرموز،
كمان نفس حسقيال كان بيستخدم رمز في حاجات كتيرة. وبعد كده حسقيال كان متعدد المواهب، مش كده؟ كان راجل كتاب مقدس، كان كاهن، كان كارز، كان فنان، كان لاهوتي، كان شاعر. كل الحاجات دي لاحظناها في السفر. كمان كان طقس، كان سفر يتميز بالطقوس او الاهتمام بالطقوس والعبادة الكهنوتية، وكمان بالروحانية في العبادة. وقدرنا نقسم السفر لست اقسام، وعرفنا فين المسيح او اسامي المسيح في سفر حسقيال، واتكلمنا عن وجه الشبه بين حسقيال وبين أرمية، وعرفنا وجه الشبه بين المسيح وبين اتكلمنا كده. احنا تقريبا كده اتكلمنا عن السفر، وكلمنا لغاية إصحاح 24، وان شاء الله يكون في قاعدة تانية نكمل الإصحاحات من 24 ل 48. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.